السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هناخد النهاردة محاضرة بسيطة وسهلة جدا، اغلبها واخدينها في ثالثة ثانوي يعني، وهو الهيستولوجي اوف السكليتال ماسل. قبل ما نبدأ المحاضرة لازم نعرف الأول ايه هي أنواع الماسلز اللي موجودة في جسم الإنسان، ايه هي التايبس بتاعتها. أول حاجة عندنا هي السكليتال ماسلز، وهي موضوع المحاضرة بتاع النهاردة، هي العضلات الهيكلية. تاني حاجة اللي هي الكارديك ماسلز، عضلات القلب، والسموث ماسلز العضلات الملساء زي الموجودة في الفيسكال وول، في الجي اي تي اللي هي الجهاز الهضمي يعني زي الاستومك زي ما احنا شايفين في الصورة كده. واحنا اتكلمنا عن خصائص كل واحدة منهم في الاناتومي في الجنرال اناتومي، فمش هنطول عليكم في الموضوع ده كتير. هنخش على طول في موضوع المحاضرة، هو السكليتال ماسلز. اماكنها فين السكيلتال ماسلز دي؟ طبعا طبعا يعني لازم تكون اتاتش تو ذا سكيلتون، متصله بالهيكل العظمي، زي الماسلز بتاع الابر لمب واللور لمب. خدتوا الابر لمب قبل كده، والماسلز بتاع اللور لمب تاخدوها دلوقتي، تمام. انت بتبقى موجوده فين تاني؟ في الدايفرام الحجام الحاجز، موجوده في التنج، ايوه اللسان بيبقى فيه عضلات، موجوده في الاي في العين. خدتوا برضو ماسلز في العين في الفسيولوجي، في الابر سيرد اوف الاسوفيجاس هتاخد ان شاء الله في الجي اي تي في الجهاز الهضمي، ان الابر سيرد اوف الاسوفيجاس بيكون سكيلتال ماسلز، ولكن لا تخضع لتحكمنا برغم ان هي سكيلتال ماسلز. الاورجنايزيشن اوف السكيلتال ماسلز، نبدا مع بعض كده نشرح. بيقول لك السكيلتال ماسلز بتتكون من ماسل فايبرز، الياف عضليه بتبقى مترتبه في شكل حزم. الحزم دي بتبقى طويله، بيوصل طولها حوالي 40 ملي متر، بتبقى سلندر سيلز، بتبقى على شكل اسطواني لان هي طويله وعلى شكل اسطوانه، تمام. هنجيب صوره دلوقتي نشرحها ان شاء الله. with a diameter of من 10 ل 100 مايكرومتر، القطر بتاعها بيبقى من 100 ل 100 مايكرومتر. ماشي، الرقمين سهلين جدا، هما الرقمين الوحيدين الموجودين في المحاضره دي. يبقى الطول عندنا 40 ملي متر، ركز في الوحده. اما الديامتر القطر من 10 ل 100 مايكرومتر. عندنا ثلاث مصطلحات لازم نكون عارفينهم كويس جدا. اول حاجه ايبي ميزيوم، بيري ميزيوم، اندو ميزيوم. هنعلم كل واحده فيهم بحيث ان هي تثبت في المعنى بطريقه معينه. اول حاجه ايبي، ايبي يعني فوق، تمام. طب ايبي ميزيوم ده يا جماعه الكونكتيف تيشو اللي محوط المصل على بعضها، الكتلة العضلية على بعضها، المصل اللي عندنا زي مثلا بكتوريالز مثلا مصل او اي مصل، الكونكتيف تيشو اللي محوطها اسمه ايبي ميزيوم. ليه؟ لانه ايبي يعني فوق، ميزيوم عضلي يعني فوق العضلة، تمام. دي حاجة. بعد كده عندنا بيري ميزيوم، البيري ميزيوم ده عبارة عن سبتة يعني فواصل من الكونكتيف تيشو بتقسم لي الالياف العضلية لحزم، كل حزمة بيبقى حواليها كونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو ده هو ايه؟ البيري ميزيوم. نيجي بقى ايه البيري يعني المحيط، المحيط بالعضلة. يعني كل ماسل فايبر، كل ماسل فايبر بيبقى حواليها بيري ميزيوم. نيجي بقى لتالت مصطلح معانا وهو الاندو ميزيوم. اندو يعني حاجة داخلية، اكتر حاجة داخلية يا جماعة هي الماسل فايبر ذات نفسها. يبقى تاني معلش، البيري ميزيوم بتبقى محوطة البوندل، الحزم على بعضها بتاع الألياف العضلية بتاع الماسل فايبرز، محوطة الحزم على بعضها. تالت حاجة الإندو ميزيوم بتبقى محوطة الماسل فايبرز ذات نفسها بقى، اللي هي بتبقى جوه الحزمة. هناخد دلوقتي، هجيب الشكل دلوقتي نشرحها. زي ما احنا شايفين قدامنا يا جماعه، قدامنا ماسل اهي بيبقى محوطه كونكتيف تيشو اللي انا بشاور عليه ده، ثواني، انا بشاور عليه ده بالاحمر، ده الايبي ميزيوم، ده اللي محوط الماسل على بعضها، تمام. بعد كده عندنا البيري ميزيوم، البيري ميزيوم اللي هو اللون الازرق ده اللي بيقسم لي الماسل فايبرز الى بوندز، حزم كده دوائر زي ما انا عامل كده، تمام. بعد كده نيجي بقى فضل الاندوميزيوم، لو خدنا ماسل فايبر واحدة اهي، لو خدنا ماسل فايبر واحدة وجينا نشوف على الكونكتور تيشو اللي حواليها، هو ده الاندوميزيوم، تمام. يبقى احنا كده عندنا ثلاث مصطلحات،
اول حاجه ايبي ميزيم، ده اللي محوط الماسل على بعضها. بعد كده جينا البيري ميزيم اللي هو مقسم لي الماسل الى بوندلز، حزم حزم. طب ايه الحزمه دي؟ بتتكون من ايه؟ بتتكون من ماسل فايبرز، الياف عضليه. طب ماشي، الحزمه دي بتبقى متحوطه بكونكتيف تيشو اسمه بيري ميزيم. بعد كده لو خدنا ماسل فايبر واحده بس منهم وجينا شفنا الكونكتيف تيشو المحوطه هنلاقي اسمه اندو ميزيم. نقرا مع بعض الكلام الموجود في الكتاب. الابيميزيوم ده شيس من دنس كونكتيف تيشو، طبعا دنس لان احنا محوطين المصل على بعضها، سراوندنج الانتاير مصل. بعد كده البيريميزيوم ده عباره عن سن فايبر السبتة، بيبقى يعني سبتة يعني فواصل، بتمتد من الابيميزيوم عشان تقسم لي المصل فايبرز لحزم، كل حزمة بتتكون من مجموعة من المصل فايبرز. بعد كده عندنا الاندوميزيوم، ودي ده ديليكيت لاير اوف كونكتيف تيشو، بيحوط المصل فايبر اتسلف اللي خلي الليفة العضلية ذات نفسها، بيتكون من لي من ريتيكولار فايبرز وبيزال لامين. أول ما اسمها ريتيكولار فايبرز دي وظيفتها بتبقى دعامية عشان أدعم المسل فايبر بتاعتي. بيقول لك بقى إيه كمان، البلود فيسلز بنريت ذا مسل وسن ذا كونكتيف تيشو سبته، إن الأوعية الدموية بتخترق العضلة عن وبتخترق كمان الكونكتيف تيشو وبالفاصل بتاعته عشان تكون لي شبكة غنية جدا من الأوعية الدموية. بتمشي ازاي بقى؟ between وparallel المسل فايبرز، بتبقى ماشية ما بينهم وموازية ليهم، لان انتوا عارفين ان احنا لو جينا بصينا على الرسمة زي ما احنا كنا جايبينها من شوية، لو جينا بصينا عليها هنلاقي ان الألياف العضلية زي ما احنا قلنا longitudinal وبتبقى cylindrical، بتبقى طولية طولية وجنب بعضها كده بالظبط. فالبلود فيزلز بتبقى ايه؟ موازية ليها، تبقى ماشية معاها بارل يعني. بقولك ذا كابيلاريز ار من الكونتينوس تايب، وممكن يبقى في كمان الليمفاتيك فيزلز طبعا، يعني يبقى في بلود فيزلز والليمفاتيك فيزلز. نيجي بقى نشوف المسل فايبر باللايت ميكروسكوب. السكيلتال مسل سيلز احنا زي ما احنا شفنا بتبقى لونج وسلندرال اند ار كولد مسل فايبرز، الياف عضلية. نيجي نوصف النيوكليار، بتبقى مالتيبل اوفال وبريفرال امبوزيشن، سهله خالص. النيوكليار بتبقى مالتيبل اوفال وبريفرال امبوزيشن، بتبقى طرفيه بيضاويه متعدده مش واحده يعني. السيل ميمبرين بتاع سكيلت المصل زي ما احنا عارفين بيبقى اسمه ساركوليما، السيتوبلازم بيبقى اسمه ساركوبلازم. ده طبعا ايه؟ عشان نميز العضيات بتاعه الخليه العضليه. بيقول لك طبعا it contains all organoids and inclusions، بيحتوي على جميع عضيات الخلية اللي احنا خدناها في الجينرال هيستولوجي. تعالوا يا جماعة ناخد كده ايه longitudinal section في skeletal muscles، هيوريني ايه بالظبط. هيوريني الساركوبلازم بتاع كل خلية عضلية بيبقى مليء بفيلمنتس اسمها myofibrils. يبقى لو احنا خدنا زي ما احنا شايفين كده في longitudinal section، المايوفايبرز دي هي الخيوط اللي احنا شايفينها قدامنا دي. لو خدنا longitudinal section، longitudinal section يا جماعة يعني انا واخد السكشن بتاعي بالطول، فهلاقي المايوفايبرز دي الخطوط اللي انتوا شايفينها قدام دلوقتي. ان انا لو خدنا كروس سكشن بقى، الحزم اللي احنا بتاع المايوفايبرز دي هتبان ازاي؟ بتبان بتبان ازاي في السيركوبلازم؟ بوليجونال، يعني بوليجونال يعني متعددة الاضلاع، ملهاش ضلع واحد، متعددة الاضلاع متعددة الأضلاع. dark areas دي مناطق غامقة، cold اسمها collinhem areas، اسمها collinhem areas. تمام، المناطق دي يا جماعة بتبقى موجودة في ايه؟ فين؟ في الكوركس سيكشن. في الهيستولوجي يا ريت نركز على المصطلحات، لأن هما في الامتحان بيحبوا يجيبوا المصطلحات دي. كمل بعد كده. the skeletal muscle fibers show two types of striation، بنقول في نوعين من التخطيطات بتبقى موجودة في ال skeletal muscle. اول حاجة longitudinal striation، تخطيطات طولية، دي بتبقى نتيجة ايه؟ نتيجة المايوفايبرز بتبقى موجودة longitudinally موازية للlong axis of the muscle fibers. احنا عارفين ان اللونج axis او المحور بتاع الخلية العضلية بيبقى موجود طولي، وكل المسل فايبرز بتلف حواليها عشان يكون bundle واحدة. تمام، فزي ما احنا شفنا في اللونجيتودينال سيكشن بيبقى فيه المايوفايبرز بتبقى عامله خطوط طوليه، دي بتديني ايه؟ نوع من التخطيطات الطوليه. تاني نوع معانا هو ترانسفيرس سترايشنز، تخطيطات افقيه، دي بتبقى بسبب ايه؟ ريجولار ارانجمنت اوف الدارك اند لايت بانز، المناطق المضيئه والداكنه اللي احنا هناخدها بعد شويه.
كل مايوفايبرل بتوريني دارك اند لايت باندز، مناطق مضيئة وداكنة. الدارك باندز طبعا of all myofibers are arranged to lie in the same level، بتبقى موجودة في نفس المستوى. and all light bands also in another level. فبيقولك ايه، ان احنا ما نيجي نشوف الخلايا العضلية بنلاقي ان المناطق المضيئة جنب بعضها كده ما تترس بتعمل transverse استريشن. ثواني هجيب لكم الصورة عشان تخيلوا معايا. اهي الصورة قدامنا اهي، دي بتوضح الاي باند والاتش باند والام باند. لو جبنا واحدة زيها كمان حطيناها جنب بعض كده، هنلاقي ان المناطق المضيئة كونت لي تخطيطات افقية، المناطق الداكنة كونت لي تخطيطات افقية. هو ده المقصود بالترانسفيرس استريشن. دي بتبقى موجودة في مستوى ودي بتبقى موجودة في مستوى تاني، فبتعمل لي تخطيطات افقية. عرفنا ان في اتنين نوعين من التخطيطات بتبقى موجودة في الماسل فايبر. اول حاجة تخطيطات طولية بتبقى نتيجة ان اللونج اكسس بتاع الماسل فايبر بيبقى موجود لونجيتيودنالي والماسل فايبر بتبقى موازية لي. بعد كده في تخطيطات افقية. التخطيطات الافقية دي بتبقى نتيجة وجود المناطق الداكنة والفاتحة. المناطق الداكنة والفاتحة لما يبقوا جنب بعض بيعملوا لي تخطيطات افقية. نيجي بقى نتكلم عن الدارك باندز واللايت باندز اللي احنا خدناها في تالتة ثانوي، اللي هي المناطق المضيئة والمناطق الداكنة. سهلة خالص ان شاء الله. نشوف الجملتين دول. اول حاجة يقول لك الدارك باندز ار انيزوتروبيك باندز، هي اسمها كده انيزوتروبيك باندز. طب ليه؟ because they cause double refraction to the polarized light and are called A bands. عرفنا اسمها A bands ليه؟ لان اسمها الاسم الكامل بتاعها اسمها anisotropic bands. طب هي اتسمت كده ليه؟ لان هي بتعمل ازدواج للانعكاس بتاع الضوء اللي ساقط عليها. حاجه في الفيزياء يعني ما علينا منها، فعشان كده سموها anisotropic bands. برضو يعني الاسم جاي بسبب الموضوع ده، اللي هي الايه باندز دي المناطق الداكنة. اللايت باندز بقى اللي هي ايزوتروبيك باندز، لا دي بتعمل سنجل ريفريكشن بس، بتعملش دبل ريفريكشن زي الاي باندز. فبنسميها ايه الاي باندز، ده اول حرف يعني من الكلمة. الريفريكشن كمان هو الانعكاس. واحدة بتعمل بتخليه مزدوج والتانية بتخليه سنجل، عشان كده بنسميها دي حاجه في الفيزياء يعني مش علينا قوي يعني عشان نسال فيها زي ما احنا شايفين في الصوره قدامنا كده. عشان نشرح دلوقتي دي الاي باند اهي، منطقه مضيئه تمام. دي ال على بعضها بقى، ودي الاي باند منطقه الداكنه. عندنا خط زد ده زد لاين اللي مش هو عليهم دول، ماشي كل شوية نعملها. عندنا ام باند في نص الاتش باند، دي الاتش باند، دي الام باند ماشي في النص. هنتكلم بالتفاصيل دلوقتي عن المناطق دي. نيجي بقى يا جماعة، طبعا كل اللي احنا كنا بنقوله ده كله ده في اللايت ميكروسكوب. نيجي بالالكترون ميكروسكوب، بيقولك اتش دارك باند اللي هو الاي باند is divided into two equal parts by a pale region called Hansen's disk أو ال H band. ال H band هي منطقة شبه مضيئة. and within this a very fine dark middle strip over M line is present the major protein of it. it's the creative kinase. تعال نفسر الكلام ده. بيقول لك إن المنطقة الداكنة إيه اللي إحنا شايفين فوق كده، دي المنطقة الداكنة إيه، بيجي فيها في النص بالضبط pale region يعني وسط كده باسمها اتش باند اللي هو مش هو عادي دي الاتش باند تمام. بيجي بقى يا شباب في نص الاتش باند بالظبط خط كده بالطول اسمه الام الام لاين. الام لاين ده ما اتذكرش في ثالثه ثانوي. بيبقى بيتكون من الام لاين ده من بروتين اسمه الكرياتيف كاينيز، البروتين المبدع. افتكر اسمه كرييتيف كاينيز، البروتين المبدع تمام. تاني مع بعض نقول، يبقى احنا عندنا دي الاتش باند احنا شايفينها دي تمام،
ماشي اللي انا هعملها دي الايفنت. ماشي ده خط زد، ده خط زد زي ما احنا شايفين. لو بصينا في نص الايفنت هنلاقي الاتش باند في نصها. طب ماشي الاتش باند في نصها بيبقى فيه الام لاين. بقولك اتش لاين باند اللي هي الاي باند is divided into two equal parts by dark membrane called اللي هو الخط الداكن زد. طبعا احنا عارفين الخط زد. ماشي طب الزد لاين ده بيعمل ايه؟ بيقسم المايو فايبريل، مايو يعني مصل، فايبريل يعني فايبرز، اللي هي المايو فايبريل دي اختصار للمصل فايبر. تمام يعني المصل فايبر هي المايو فايبريل. دي كونتراكتل يونتس اسمها ساركومير. الساركومير هي المسافة ما بين زي ما احنا قلنا في ثالثة سنة، مسافة ما بين كل خطي زد متتاليين زي ما انا هعمل كده. ده خط زد دي اسمها ايه؟ ساركومير. هنلخص الكلام اللي احنا قلناه ده قبل كده. عندنا A band, I band, H band, M line, Z line، 3 band و 2 line. اول حاجة ال A band دي رسمة مبسطة اللي كانت موجودة في 3 ثانوي. ال A band بتتكون من ايه؟ بتتكون من سك مايو فيلمنتس وسن وسن فيلمنتس. بتتكون من سن فيلمنتس وسك فيلمنتس. طبعا احنا عارفين ان السن فيلمنتس اللي هو الاكتين والسك فيلمنتس اللي هو المايوسين، خيوط اكتينية رفيعة وخيوط مايوسينية سميكة. تمام لو السك مايوسين وسين اكتين. الايباند المنطقة الداكنة بتحتوي على الاثنين عشان كده هي غامقة. تمام اما الاي باند بيكون من السين مايو فيلمنتس اونلي، بيكون لان هو كده عشان كده فاتح فبيكون من الخفيف اللي هو السين اكتين مايو فيلمنتس. اما الاتش باند بقى اللي هي منطقة شبه المضيئة اتش، دي بتتكون من الخيوط المايوسينية السميكة اللي هي سك مايو فيلمنتس اللي هو المايوسين. تمام قوي. ماشي احنا قلنا الام لاين، الام لاين ده كان بيكون من بروتين. البروتين مين؟ اللي هو البروتين المبدع اسمه بروتين كينيز. ده بيقولك السايت وير الفاين ترانسفيرس فيلمنتس كونكت ذا سيك مايو فيلمنتس اند كيب ذيم جروبد ان بوندلز. ما علينا من التفصيله دي. نيجي بقى الخطوط زد. الخطوط زد دي ده خط داكن دارك لاين بيبقى موجود في نص الاي باند في نص المنطقه المضيئه، بيقسمها لنصين متساويين والمسافه ما بين كل خطي زد متتاليين بيكون لي الوحدة وحدة الانقباض اللي هي الساركومير. الساركومير it's a unit of contraction of the muscle fiber. دي وحدة انقباض الخلية العضلية وهي المسافة ما بين كل خطي زد متتاليين. بتكون من two types of زي ما احنا قلنا the thick myofilaments اللي هو المايوسين، ده موجود في الـ A bands والسن مايو المنطقة الداكنة يعني، والسن مايو فيلمنتس اللي هو الأكتين ده بيبقى موجود في الأي باندز. and except for a short distance in the dark bands and extend for بيمتد لشورت ديستانس in the dark bands. تمام the region of the sarcomere which contains both actin and myosin filaments appears darker than the region which contains actin only. بديهي جدا بقول لك ان المنطقة اللي بتحتوي على الاكتين والميوسين بتبقى اغمق من المنطقة اللي بتحتوي على الاكتين بس. يقصد لك يعني ان المنطقة الداكنة اغمق من المنطقة الفاتحة. بديهي جدا يعني. ماشي ال H band appears slightly lighter بتبقى فاتحة شوية because it has only myosin filaments. يعني لو احنا هنقارن بين ال H band وال A band هنلاقي ان الـ A band بتحتوي على الأكتين والميوسين، أما الـ H band بتحتوي على الميوسين بس، فبالتالي الـ H band بتبقى أفتح من الـ A band. بيقولك H myofibril زي ما احنا اتفقنا myofibril ده يعني muscle fiber بتبقى محاطة بشبكة من الـ sarcoplasmic reticulum. الـ sarcoplasmic reticulum ده الاسم برضه المميز للـ smooth endoplasmic reticulum of the muscle fiber. يبقى الـ smooth endoplasmic reticulum of the muscle fiber اسمها sarcoplasmic reticulum. هنجيب رسم دلوقتي توضح الموضوع ده. بقولك at the region zones of the AI junction عند المنطقة منطقة التقاء ال A وال I junction ما بينهم كده ال sarcoplasmic reticulum دي بتبدأ تبقى أوسع وبيبقى اسمها terminal cistern. يبقى نركز في الأسماء. السموث endoplasmic reticulum of the muscle fiber اسمها sarcoplasmic reticulum. sarcoplasmic reticulum دي الأكياس بتاعتها بتيجي عند المنطقة ما بين الـ A band والـ I band توسع أكتر وتكون أكياس اسمها ايه؟ terminal cistern. السيسترن دي هناخدها برضو في إن شاء الله في الميديول بلاد مع الليمف يعني. لها مدلوليان بتعني كيس يعني. السيسترن بتبقى عاملة زي الانتفاخ كده أو زي ما احنا شايفين هنا كده بالظبط. بصوا يا جماعة
زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي قدامنا، السيركوليزم جريتيكولم يا جماعة أو التيرمينال سيستيرن اهي، بتيجي تبص في المنطقة ما بين ال A bands و ال I bands عشان تعملي انتفاخات كده، اسمها ايه؟ تيرمينال سيستيرن. الاسم سهل يعني ان شاء الله. بقولك ما بين كل اتنين تيرمينال سيسترين جنب بعض بيبقى فيه ترانزفيرس، كل اتنين تيرمينال سيسترين جنب بعض بيبقى فيه ترانزفيرس تيوبيول خط افقي اسمه تي تيوبيول، وش بيبقى متكون من ايه؟ الانفاجينيشن، الانغماس بتاع الساركوليما، السيمبرين يعني السيمبرين بتاع المسل فايبر، بيبقى بقولك it extend transversely to encircle the sarcomere like collars، يعني بيبقى محوطها كده زي الطوق. التيتيوبولز دي بتبقى محوطة الساركومير زي الطوق بالظبط. طبعا عند الـ AI junction احنا كل شغلنا عند الـ AI junction، ليه؟ لأن عند الـ AI junction بيبقى موجود التيتيوبول، عند الـ AI junction بيبقى موجود terminal cistern. تمام، طيب ماشي. الاتنين ترمينال سيستم جنب بعض بالتي تيوبيول، يعني المنطقة اللي انا بشاور عليها بالدايرة دي اسمها ايه؟ لا اسم اسمها تريد او ترايد زي ما تنطق، اسمها ايه؟ اسمها تريد. يعني لو خدنا التي تيوبيول والخط اللي ماشي بالنص ده، دي خطوط افقية، يعني محدش يقول ان هي طولية، احنا باصين كده، لا هي المفروض الناحية التانية. فدي تي تيوبيول، يبقى الـ T-tubule مع الـ terminal cistern اللي جنبها. طبعا احنا فين؟ عند الـ AI junction اسمها ايه؟ تريد. نيجي لاخر سلايد معانا وهي ايه؟ الـ types of the skeletal muscle fibers، انواعها ايه يا جماعه؟ زي ما احنا عارفين في فرخ بيضة وفي فرخ حمراء. الفرخ البيضة بيبقى لحمها لونها ابيض، والفرخ الحمراء لحمها احمر. هنعرف دلوقتي الفرق. اول نوع عندنا اللي هو type 1 fibers اللي هو red fibers اللي بيبقى لونه احمر، دي بيبقى small diameter contain large amount of myoglobin which are responsible for red color، بيبقى فيها كميه كبيره جدا من المايوجلوبين. المايوجلوبين ده يا جماعه صبغه في الجسم زي الهيموجلوبين اللي هو موجود في البلد، يعني الار بي سيز او الريد بلاد كورباسل زي كره الدم الحمراء، وده هو المايوجلوبين بيبقى مسؤول عن اللون الاحمر للنوع ده من الفايبرز. ده بيبقى يا جماعه هايلي فاسكولار، بيبقى فاسكولار جدا. فافتكر ان النوع الاحمر هو الهايلي فاسكولار، احنا عارفين اللي فيه الهايلي فاسكولار بيبقى فيه فيزلز كتير اللي هو، فبالتالي فيه بلوك كتير اللي هو لونه احمر يعني. كونتراكت سلولي، بتنقب ببطء، اند كان سستين كونتراكشن فور ا لونج تايم وذاوت فاتيج. ممكن تتنيها منقبضه لفترات طويله من غير اي ارهاق. ده اكيد طبعا، يعني لو احنا جينا بصينا للفراخ الحمراء هنلاقيها ممكن تمارس مجهود اعلى من الفراخ البيضاء. الفراخ البيضاء بتهنج بسرعه. طب ده ايه السبب في كده؟ ان الفراخ الحمراء بيبقى فيها تايب 1 فايبرز اللي هي الريد فايبرز اللي بتبقى مليانه بالمايوجلوبين وبتبقى هايلي فاسكولار. اي نعم الانقباض دي يا جماعه بيعرف ان هو بيبقى بطيء، ولكن الانقباض البطيء ده بيديني قدره على الاستمراريه عاليه جدا. وعلى فكرة اللحمة الحمراء بتبقى مفيدة أكتر من اللحمة البيضاء، يعني في بعض مش يعني مش دايما، بس الريد فايبرز بتبقى غنية يعني بالعناصر الغذائية. نيجي لتاني نوع معانا هو التايب 2 فايبرز أو الوايت فايبرز اللي هي في البيضة. they have large diameter، بتبقى أكبر، contain small amount of المايوجلوبين، طبعا ما فيهاش يعتبر يعني نسبة بسيطة جدا المايوجلوبين عشان كده لونها أبيض فاتح. و counteract faster، بتنقب بسرعة، وطبعا بيلعب بسرعة. يبقى الاتنين عكس بعض. تعال نعمل مقارنة كده ما بين type 1 fibers و type 2 fibers. أول حاجة type 1 fibers بتبقى لونها red fibers نتيجة لوجود كميات كبيرة من المايوجلوبين فيها، type 2 fibers بتبقى white fibers نتيجة لوجود كمية قليلة من المايوجلوبين فيها. red fibers بتبقى highly vascular، بتعمل counteraction ببطء، أما فده بيديني استمرارية ان انا استمر لفترة طويلة. افتكر يعني ايه الفرخ الحمر والفرخ البيضة، فما دون وزود اي فتيج يعني. انما طيب تو بيعمل كونتراكشن فاستر، فده طبعا بيخليني هنج بسرعة، فبتتعب بسرعة يعني. نعرف برضو ان ان طيب تو فايبرز بتبقى لارج دايمتر، اما طيب ون فايبر سمول دايمتر. قطر الطيب 1 فايبرز بيبقى صغير، اما طيب 2 فايبرز بيبقى كبير جدا.
أتمنى كده نكون خلصنا، أتمنى تكونوا فهمتوا المحاضرة. شكرا جزيلا.